الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض دراستنا في سفر الرؤيا. احنا كنا وصلنا الى الاصحاح 21، كنا خلاص بنخلص السفر. احنا دلوقتي بقى لنا اصحاحين، النهارده الاصحاح 21 والإصحاح 22. إحنا وصلنا دلوقتي للرؤية الأخيرة، الرؤية نمرة 7، والرؤية 7 فيها خلاص بقى الأمجاد السماوية. خلاص الرحلة بتنتهي وعدينا كل الأتعاب اللي كانت على الأرض لغاية لما وصلنا ل نهاية العالم وبداية السماء الجديدة والأرض الجديدة. وكأن بالظبط كده لما تيجي تفتح الكتاب المقدس هتلاقي أول سفر التكوين وآخر سفر الرؤية. أول سفر التكوين بيحكي الله خلق الإنسان والإنسان سقط ومحتاج للفداء. وكل الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤيا بيحكي ازاي ربنا تعامل مع هذا الانسان الساقط وازاي ارجعه تاني الى مرتبته ورده تاني. ونلاقي بقى سفر الرؤيا اخر اصحاحين، ثم رأيت سماء ايه جديدة وارض جديدة. يبقى كأن اللي فقد في التكوين في الاصحاح الاول السماء الاولى والارض الاولى، صح، الاخير في سفر الرؤيا السماء التانية والارض التانية او الجديدة. علشان كده رجوع الإنسان بعد ما اضطرد في التكوين رجع تاني إلى حضن الله في الرؤية. فهنشوف دلوقتي في الإصحاح الرؤية الأخيرة، تاخد معنا المرة دي والمرة الجاية إصحاحين، هما 21 و22. صح 21 بيقول لك المدينة دي شكلها إيه، وصح 22 بيوريك المجد اللي في السماء شكله إيه. فهنشوف مع بعض هذا الإصحاح الواحد وعشرين والاثنين وعشرين. إصحاح الواحد وعشرين بيحكي على أوصاف الإيه؟ أوصاف المدينة، تعريف المدينة الجديدة، المدينة دي شكلها إيه؟ وأوصافها إيه هي؟ تعالوا نشوف في يوحنا الحبيب يقول ايه. ثم رايته، انتوا فاكرين اخر اصحاح اللي فات كان حصل ايه فيه؟ صح اللي فات اخره كان ايه اللي حصل، فاكرين؟ ها كان في ايه فاكرينه الاصحاح اللي فات؟ اخره كان نهايه ايه؟ نهايه الشر، نهايه ضد المسيح. يبتدي هنا يقول ثم رايته سماء جديده وارضا جديده، لأن السماء الأولى الأرض الأولى مضت، يعني هم فيها بلغة الإيه المسمى، والبحر لا يوجد إيه فيما بعد. يعني إيه سماء جديدة وأرض جديدة؟ يعني بمعناها في حاجة مختلفة عن اللي أنت كنت شفتوه بقى خلاص، بمعنى إن انتهى، نعجز مش قادرين نفكر بفكرنا هي دي شكلها ايه. عشان كده تلاقوا لما نيجي نوصف حاجه في الكتاب المقدس يوصفها بانه يقول ما فيهاش العكس، لكن هو مش قادر يقول عمقها قد ايه. يعني تقول اصل الصوره دي ما فيهاش غلطه، انت عايز تقول انها روعه قوي قوي، بس مش عارف، ما عندكش كلمه توصف جميله قوي، فتقول ما فيهاش غلطه. يعني ايه ما فيش عندي في اللغه اكتر من كده. عشان كده يقول لك المدينه بلا 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 بلا، لان هو يوحنا كان عارف الأرض والسماء العادية، فكونه يلاقي سماء تانية وأرض تانية فيها حاجات عايز يوصفها، فبيستخدم الوصف اللي هو النيجاتيف، إن هو ينفي السلبي عشان يأكد الحاجة إنها جميلة. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. ليه؟ يعني يقولوا طب ليه سماء جديدة وأرض جديدة؟ حنا يقولك عشان السماء الأولى والأرض الأولى مضت. طب هم انتهوا إزاي؟ انتهوا في المجيء التاني. رب المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تسقط ولا تزول. السماء والأرض تزولان يعني هيزولوا. وعندنا ما يؤكد لنا في الكتاب المقدس إن هذه الأرض وهذه السماء هتنتهي، لأنها خلقت في بداية فهتنتهي. السماء الأولى التانية بقى الجديدة دي الله خلقها بقى ليس لها نهاية.
والبحر لا يوجد فيما بعد. يعني ايه البحر مش موجود فيما بعد؟ فاكرين البحر قلنا بيرمز لكذا حاجة. اول حاجة للايه؟ للاضطراب. البحر ايه؟ مضطرب. فما فيش اضطراب، خلاص الدنيا بقت هادية. البحر يهيج جامد قوي وخوف، ما فيش هيال. البحر ممكن يهلك، سواء مراك سفن تتقلب تموت، او حيتان او اسماك قرش تقتل، ما فيش، ده مش هيبقى موجود. البحر بيقسم بين بلاد وبلاد، فما فيش هناك انقسامات، فما فيش حاجة. البحر مالح، مش ما يرويش، ما فيش ملح. لم يعد هناك انفصال، بل هناك وحدانية، ولم يعد هناك اضطراب، ولم يعد هناك اي ضيقات تقابل. البحر لا يوجد فيما بعد. وبعدين يكمل ويقول: وانا يوحنا رايت ايه؟ انا يوحنا رايت المدينه المقدسه. شاف بقى ايه المدينه؟ انهي مدينه دي؟ اورشليم. رايت اورشليم الجديده. الله، وفي اورشليم كانت قديمه، ايوه، اللي حصل فيها الحرب وانتهت. وفي مجيء المسيح على السحاب، في علامات قبل ما يجي يقول لك السماء تتساقط وقوات السماوات تتزعزع، يعني معناها الارض دي كلها تنتهي، تحترق بما عليها. اورشليم الجديده نازله من السماء. يعني ايه بقى؟ يعني تجهزها اصلا من السماء، من عند الله، مهيئه كعروس مزينه لايه؟ لرجلها. جميله ديت. يعني ايه الكنيسه الجديده ديت او اورشليم الجديده؟ يعني هي جماعة المؤمنين دول نازلة من السماء. يعني ايه؟ مش ارضية، احنا وطننا سماوي. امال احنا هنا على الارض ليه؟ انت على الارض هنا في مأمورية وراجع تاني. انت اصلا من السماء وراجع تاني للسماء. مهيئة كعروس مزينة لايه؟ لرجلها. العروسة تفضل تتزين للعريس، مستنياه بقى يجي ياخدها. كان زمان الافراح غير دلوقتي. دلوقتي الافراح لما بنلاقيها عندنا بتبقى ايه؟ احتفالات من بلد لبلد تختلف. لا، زمان وقت المسيح، عشان كده لما تدرسوا هذا الوقت وفي اورشليم والميدل ايست زمان والطقوس، تلاقي اللي بيقولوا المسيح ده تمام قوي، ماشي تماما مع المعنى وتفهمه. كان زمان العريس يجي يخطب العروس، فيعمل ايه؟ اسمعوا الحته دي. يروح يخطبها هو واهله، يطلبوا ايه؟ العروسة. منين؟ من أبوه. فيش بقى حاجة اسمها واد يجي يركع على ركبه ويجيب لك الخاتم الألماس والبتاع ده، لا، ده يروح لأهلها ويقعد يطلبها من أهلها. وبعد كده إذا هي وافقت وأهلها وافقوا، يقدم المهر بتاعها والشبكة بتاعتها، تبقى حاجة غالية. يعني قال هذه الشبكة علامة على حبه ليها، ومستعد ان هو يرتبط بيها، فيقدم لها ايه؟ الشبكة بتاعتها. وبعد كده يقولوا ايه؟ طيب، ما يحددوش بقى هنعمل الفرح امتى. يبتدي العريس يرجع لمكانه والعروسة مع اهلها. طول فترة الخطوبة بيجهز العريس حاجته والعروسة بتجهز حاجتها. معاد الفرح، شوفوا بقى الحته دي، معاد الفرح ما يعرفوش العريس، ابو العريس هو اللي يحدده. عشان كده رب المجد لما قال لك ايه؟ هذه الساعه لا يعلم بها احد الا الابن الا الاب، كانه بيدي بالظبط نفس المعنى اللي كان موجود ساعتها. يجهز حاجته وهو يجهز حاجته، والاب بيقول لابنه احنا الاسبوع الجاي هنعمل الفرح. خلاص، طبعا ما فيش بقى دلوقتي، كانش فيه زمان ايه؟ تليفون ولا شات ولا فيسبوك ولا بتاع، ولا انا جاي، ما كانش كده. فايه؟ يبعته واحد اسمه صديق العريس. صديق العريس ده هو المرسال ما بين دول ودول، يعرف من هنا ويروح لهنا، اللي هو كان في الكتاب المقدس ربنا قال عليه يوحنا المعمدان، هو اللي كان ربط العروسه بالايه؟ بالعريس. فيروح يوحنا المعمدان كلم العروسه على العريس انه جاي. فكان صديق العريس ده يروح يرتب معاه. ف
فالعريس يجهز حاجته والعروسه تجهز حاجتها. العروسه تجمع بقى ليله الفرح بتاعها، تجمع كل بناتها اصحابها بقى وقرايبها يحتفلوا مع بعض بالعروسه، والعريس ينده اصحابه يحتفلوا معاه، وبعدين العريس يجي مع اصحابه وجايين بقى بزفه كبيره قوي مع العيله كلهم، كلهم جايين بقى يروحوا فين؟ للعروس عشان ايه؟ ياخدوها. ياخدوها فين؟ ياخدوها على مكان العرس، فهي تبقى مستنيه عشان يجوا ياخدوها. عشان كده جه مثل العشر عذارى، قال لك ولما تاخر العريس نعسنا كلهن ونمنا، وفي نص الليل صار صراخ العريس قد اقبل، فقمنا وزينا ايه اللقاء واستنوا بقى للقاء. وبعدين لما راحوا الجاهلات حبوا يدخلوا قال لهم ايه؟ الباب غلق الباب. فكان يروحوا بقى ياخدها ويحتفلوا بقى وياخدها هو ياخدها معاه بقى ويوديها فين؟ على بيت الايه؟ العرس. طب ده اللي حصل معانا بقى حقيقي يا المسيح اللي كنا وخطبنا بايه؟ بدمه، صح؟ وقدم لنا المهر دمه، قال لك انتم مستعدين تخطبوا ليا وتبقوا عروسه ليا؟ قال له طبعا يا رب. طب خلاص تتعمدوا وتتحدوا بيا وتصلوا وتصوموا وتظبطوا نفسكم وجهزوا نفسكم لغايه لما انا هعمل ايه؟ هاجي عشان اخدكم واوديكم فين بقى؟ البيت. والبيت ده كان بيجهزه مين؟ العريس. عشان كده رب المجد لما قال انا ذاهب لاعد لكم مكانا ومتى اعددت لكم المكان اتي واخدكم، كان بيقول حاجه من واقع حياتهم فكانوا فاهمينها. فهنا بقى الغريبه ان تلاقي ايه؟ يقول لك العروسه نازله من السماء. الله، هي العروسه جايه من الارض ولا نازله من السماء؟ هي الاثنين بصراحه. عايز يقول لك ان ربنا بيجهزها بنعمته وهي بتجهز بجهادها. فاحنا نؤمن بالجهاد والنعمه، انت بتجاهد وايه؟ والنعمه تشتغل معاه، تمشي خطوه النعمه تشدك اكتر تشدك اكتر، على قد جهادك، على قد ما انت هتنقي نفسك، على قد ما هتكون شكلك الجميل في الابديه. عشان كده قال لك نازله من عند الله مهيئه كعروس مزينه لايه؟ لرجلها. تخيلوا بقى عروسه في الفرح بقى، لا غسله وشها ولا عامله الفستان بتاعها، ثقة في النفس، ما بعد كده تطلع بره خلاص، يقول لها مش عايزك، يا اما مجبورة، بس احنا مع المسيح ما فيش اجبار، انت هتروح بمزاجك، انت عايز فيش مجبر. ما تكون العروسة ابوها يقول لها لا تتجوزي لا تموتي، فتروح ايه مجبرة مبوزة كده وبتاع، تضحكوا. اقول لكم حاجة عشان تضحكوا، اقولها لكم ولا بلاش اجلها؟ اقولها لكم. شوفوا عايزين انتوا جايين تهرجوا مش جايين تاخدوا درس كتاب. طيب بيقولوا واحد راح قال لمرأة، قال لصاحبه بيسأله بيقول له ايه هتعمل ايه في عيدك 25 الجواز الجاي؟ قال له هتودي مراتك فين في عيد الجواز 25؟ قال له هوديها الصين، في الصحة بقى في الصين. فالتاني قال له ايه ده؟ هتوديها الصين في العيد 25؟ امال في العيد 50 هتعمل ايه؟ قال له اروح اجيبها من الصين. ده يزعش يعني للعيد 50؟ اوعى تعمله كده. لا، العروسة اللي جاهزة مستنية الفرح، فرحانة مش واخدة، مش رايحة بقى مكلضمة، ده مستنية العريس، مشتاقة للعريس. المكلضمة ده مش هتكمل، علشان كده فترة حياتنا على الأرض هي فترة اختبار. هل أنت بتحب المسيح من قلبك ولا بتحبه عشان ما فيش غيره، ولا بتحبه عشان خايف تروح النار، ولا بتحبه عشان هو بيدي عطايا فانت عايز عطايا على الارض فبتحبه؟ كل دول هيتصفوا بقى، هيقع في ترنيمة جميلة بتقول اني احب الرب لا لاربح النعيم ولا للخوف من العذاب في الجحيم، بل احبه كما احبني. هي ده بقى العريس الجميل. فعروسة نازلة
من السماء كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس. هنا بقى ايه مسكن الله؟ يعني ايه مسكن الله؟ الاستقرار. طب احنا هنا حياتنا لا مش مستقر، شوية فوق وشوية تحت وشوية كده، الدنيا متلخبطة، شوية انت مبسوط وشوية مش مبسوط، شوية تيجي الكنيسة وتبقى كويس، شوية الدنيا تتلخبط، هي طبيعة الدنيا كده والحياة كده. لكن عايز اجهاد لكن هناك بقى مفيش حاجة اسمها مسكن مؤقت، مسكن ايه؟ دائم. مسكن الله مع ايه؟ مع الناس قديسين بقى بتوع. فاكر سفر الرؤية كان مسكن الله برضو مع الناس، بس مين اللي دخل خلاهم اتطردوا منه؟ الشيطان، صح؟ في سفر التكوين مع آدم وحواء. طب وهنا بقى ما بقاش فيه شيطان، الله وراح فين؟ الإصحاح اللي فات ما ترمى خلاص في الجحيم في الهوية، وترمى الموت كمان، تخاف من موت؟ ما فيش موت، الموت كمان انتهى، فأصبح لا سلطان على الموت كمان. هو سيسكن معهم وهو يكون لهم ايه؟ شعبا، والله نفسه يكون معهم ايه؟ إلها. الله الله يكون معهم إلها، نقدر نقول دي نعملها ايه؟ الله معنا، صح؟ هو معهم إله، نقدر نقولها تساوي الله معنا. تساوي مين؟ شاطر يقول لي عمانوئيل، اللي يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فأصبح الله مع الناس، وكأنك بدون عمانوئيل لا يكون لك نصيبا مع الله، يكون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها له. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. يعني إيه دي يمسح كل دمعة؟ هي السماء فيها عياط؟ لا، ده معنى مجازي، اللي هي ما السماء مش هيبقى فيها عياط، مش هيبقى فيها ألم، مش هيبقى فيها وجع، هيقول هو تاني في جزء تاني. لكن هنا يعني إيه يمسح الله كل دمعة من عيونهم؟ يعني كل واحد اتوجع على الأرض وكان في الفردوس بيقول فين إلى متى يا رب لا تنتقم؟ فاكرين أجساد الشهداء اللي كانوا؟ هيمسح الله كل دمع من عينه. واحد يقول له: ليه يا رب المرض الصعب اللي ابتليت بيه ده؟ ده أنا يا رب اتألمت وتعبت. معلش حبيبي، كل ده عشان إيه؟ عشان طفل اتحرم من أهله. ليه يا رب كده؟ ربنا يقول له: واحد اتولد ديسيبل ما عملش أي حاجة، اتولد عنده مشكلة إعاقة فضل بيها طول حياته، يقول له: ليه يا رب كده؟ ربنا يقول له: بص يا حبيبي، همسح الدموع، وأنا بمسح الدموع أقول لك بص بقى مكانك شكله إيه. ساعتها هتكون فيها إجابة على كل ده. ربنا يقول لك: شايف السكة بتاعتك أهي، عشان كده أنا جايبتك هنا، عشان كده سمحت لك بالألم ده على الأرض عشان تعدي الأزمة دي، سمحت لك بالفلوس دي تروح منك لأنك لزقت فيها وفكرت إن فيها كل كمالك، سمحت لك إن أنت ما تروحش الحكاية ديت. عشان كده هنا على الأرض في أسئلة كتيرة بنسألها ربنا مش هيكون لها إجابة غير في السماء، أو أسئلة أنت بتسألها أحيانا تلاقي حد في دقيقة تقول وصعب قوي، طب ليه كده يا رب؟ تعرفش الله يسمح لنفسه أن يجاوب أو لا يجاوب، مش على مزاجي أنا وإنت، ربنا لازم يقول لك، لا، هناك إجابات ستكون في السماء. يمسح الله كل دمعة من عيونهم. وبعدين قال لك الموت لا يكون إيه فيما بعد. يعني إيه بقى؟ فيش فرقة. طفل على الأرض اللي اتحرم من أمه وهو صغير، وأمه ماتت وما استمتعش بيها، اتحرم من أبوه، اتحرم من إخواته، كل الفراق مش موجود خلاص. الماء الإيه؟ الموت لا يكون فيما بعد. لا يكون حزن، يعني ايه حزن؟ الالم والوجع. ولا صراخ ولا وجع. ايه الفرق بين الحزن والصراخ والوجع؟ ثلاث درجات مختلفه، صح ولا كلمه واحده؟ لا، مختلفين. الحزن واحد زعلان. طب الصراخ؟ لا، ده الحزن زاد شويه لدرجه انه هيعيط وفيها صريخ. طب الوجع؟ ده واحد جواه بيتألم نفسي أو جسدي ويئن. عارفين كده بولس الرسول يقول لك الخليقة كلها تئن. عارف واحد يقعد يتألم كده بعيد عنكم، شوفهم الناس بيبقى عندها ألم كده يئن ويتوجع ومتألم، كأن يقول لك لا في ألم ولا في حزن ولا في صراخ فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أنهي أمور أولى؟
اللي على الارض دي بقى، كل اللي على الارض ده الحزن والوجع والصراخ والموت. وقال الجالس على العرش: ها انا اصنع كل شيء جديدا. يعني كل حاجه ايه؟ جديده زي الفل. قال لي: اكتب، فان هذه الاقوال صادقه وامينه. الصوت قال لي: يوحنا اكتب الكلام ده. ربنا قال له: اكتب ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني اللي بقوله ده حقيقي. اكتب، فان هذه الاقوال صادقه وامينه. اكتب يا يوحنا اللي انت شفته دلوقتي حالا واللي انت سمعته مني. ثم قال لي: قد تم. يعني ايه قد تم بقى؟ يعني ايه؟ خلاص انتهى. قد تم يعني ايه؟ انتهى. طب المسيح على الصليب قال ايه؟ قد اكمل. طب هو في فرق بين قد تم وقد اكمل؟ المسيح قال على الصليب اكمل، يعني اكملت النبوات خلاص وتممت الفداء اللي ايه؟ اللي اعددته واللي جيت عشان. انما قد تم يعني الخلاص بتاع البشرية كله ايه؟ انتهى. طب ليه ما قالش على الصليب قد تم؟ لان لسه انت ليك دور في خلاص نفسك. قد تم يعني الموت انتهى والشيطان انتهى وخلاص، وانت جهدت وجهادك ربنا قبله وبنعمته انت وصلت للسماء. قد تم. انا هو الالف والياء. ده قالها فين؟ فاول، فاكرين اول اصحاح خالص لما ظهر له قال له انا الالف والياء، وفي النهايه بيختم انا الالف والياء، يعني انا البدايه وانا النهايه. تشوفوا احيانا ابونا لما يجي يبارك بيبارك بالصليب او يبارك بايديه كده. الايد دي ده كده حرف الالفا اللي هو الالف، ولو عملنا كده ده حرف الاوميجا اللي هو في اخر حرف اليه. فالعلامة دي علامة أنا الألف والياء. عشان كده تلاقوا صور المسيح على العرش قاعد عامل إيده كده كأنه بيقول أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية، أنا الألفا والأوميجا. أنا الألف والياء يعني أنا بداية كل حاجة وأنا النهاية. أنا الخالق اللي خلقت في سفر التكوين، وأنا اللي هعيش معاكم للأبد في سفر الرؤية. البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من إيه؟ من ينبوع ماء الحياة إيه؟ مجانا. يعني إيه دي بقى؟ التعويضات. وعلى الأرض هنا أنا اللي كنت بديكم، بس مش بديكم كلكم، بدي اللي إيه؟ اللي عطشان. مش هو قال لك توبة للعطاش إلى البر؟ يعني اللي عطشان. طب واحد يبقى مش عايز مية، خلاص أنا عايز مية بشرب أهو، احتاجت بقى مية شرب. لكن لو انا الميه قدامي وانا مش عايز اشرب، انا الايه؟ انا اللي مش عايز. او انا جاي ما مش عشان كده. وانت جاي كنيسه انت عطشان، لو كنت عطشان هتشرب. اعطي العطشان اللي محتاج يقول يا رب ارويني من ماء الحياه مجانا. ماء الحياه ده الروح القدس اللي بيديك ماء الحياه. يعني ايه مجانا؟ يعني ايه مجانا؟ ببلاش يعني العملية اللي عايز ياخد ببلاش كده؟ لا، ده مش ببلاش. تقول لي ما هو مكتوب مجانا. مجانا يعني انت ما تقدرش تدفع الثمن خالص، عشان كده خدته مجانا. لانك ايه؟ تقدرش تدفع الثمن. فاكرين الكوفيد، ايام الصعبة بتاعت الكوفيد دي؟ تفتكروا عشان يطلع اول فاكسين صرف عليه قد ايه ده بقى؟ كتير قوي قوي، صح؟ مليارات. سيبكم من ان الشركات كسبت وراها، سيبكم من القصه دي. لكن اول جرعه للكوفيد اتخذت، لو هي مليارات هيقسمها على الناس اللي موجوده. طب ادفع بقى كل واحد. طب انت جاي ده مليارات، انت مش تقدر تدفع لو بعت كل حاجتك عشان جرعه واحده بس، مش هتقدر تدفع. فما بين انك انت مش هتقدر تدفع، فالبلد دفعت عنك وادتهولك، فانت فرحان ان انت بتاخده ايه؟ مجانا. بس في الحقيقه هو مش مجانا، هو مدفوع فيه ثمن كبير قوي، بس انت ما تقدرش تدفع الثمن ده، فالدفع من البلد دفعته. برضو كده دم المسيح
دفع كل انت انا وانت ما نقدرش ندفع. عشان كده احنا خدناه مجانا، بس مش مجانا يعني هو ما عملش حاجه، لا ده هو دفع فيه ثمن. فاكرين القصه اللي حكيتها لكم زمان بتاعت اندور العربيه اللي جابها؟ فاكرينها؟ يا ما بس عمال يبص يقول لك ابونا هيجيب لي العربيه تاني، ما هي جت سيرتها اندور مش بمزاج يعني. فاكرينها القصه دي بتاعت العربيه اللي هو خدها اللي عنده دي اللي كان بيجيبها في الباركنج، شفتوهاش؟ يا لا ده بيقول لي انت فضحتني على الانترنت، كل الناس عماله تقول ده كسب عربيه. احكيها لكم تاني كده عشان اللي ما سمعش يسمع بقى. اندرو كان رايح مول اتمشى وخلاص يعني، قال مارينا تعالي نروح نتمشى. قالت له طب معاك $5؟ قال لا صدقيني احنا نروح نتفرج على الناس. وهو داخل لقاهم بيقولوا له ايه، في دخل الناس وهي داخلة بيقولوا له في سحب هنعمله حلو على عربية بجاتي، تحب تشترك في السحب؟ فطبعا هو رايح اصلا معهوش تمن الحاجة الساعة اللي هشرب. فاندرو وقف كده لا يعني تفتكر تذكرة بكام؟ قالوا له $0.5. حلو. فقال لي مارينا ما تقلبي كده في شنطتك يمكن تلاقي $0.5. فبصت لقيت له $0.5، قلت له لا انا اشتريها. مارينا بقى قعدت تزعق له تقول له انت هتشتري $0.5 ده احنا كنا اولى بيه. بس طبعا انت عارفين اندرو راجل ايه، فييس ما بيهموش، بتفرقش معاه خالص لا $0.5 ولا اي حاجه. المهم اشترى التذكرة وراحوا بعد كده قعدوا يتمشوا، وبعد كده شويه قفلوا المول وقالوا لهم ايه، احنا هنعمل السحب دلوقتي على ايه، على العربيه البجاتي. طبعا اندرو ده ولا مفكر خالص اي حاجه، بص لقاهم بيقولوا اللي فاز بالعربيه اندرو بفلوس مارينا. فراح ايه اندرو ما بقاش مصدق، كان هيغمى عليه من الخضه ويبص لمارينا مش مصدق. ومارينا بتسأله احنا بقى عندنا عربيه بجاتي؟ قال له طلعوا الناس بقى كلهم وكله يتصور معاه بقى، ومبروك يا اندرو، مبروك مبروك مبروك. وبعدين اندرو راح جه كنيسه جايب العربيه البجاتي، فانا بقول له انت جبتها منين ديات؟ قال لي ده انا اشتريتها. اشتريتها؟ اشتريتها ازاي؟ قال لي جبتها $0.5. قلت له $0.5؟ قال لي تمنها كده، تمنها $0.5 يا ابني. قال لي ده انا اشتريتها $0.5. انا ما صدقتوش، بس لان هو يعني امين وصادق خلاص يعني اشتريتها. انا عملت نفسي مش فاهم يعني $0.5. اوكي مبروك يا حبيبي. طبعا الناس بقى اتهوست في الكنيسه، اندرو معرف هو خاف بقى عشان كده حط لها جراج خاص، اشترى لها جراج خاص يحطوا فيه عشان ما تشوفوهاش. السؤال بقى، السؤال هي العربيه بكام؟ $0.5. طب هقول لكم حاجه، طب لو اندرو بقى جه لما سحبوا اسمه قال لهم يعني ما هي $0.5 وهو ما اشترش التذكره، كاني ما دفعتش، يعني ايه الفرق ما دفعتش من $0.5؟ اخد اشترك معاك؟ يقولوا لا لازم يكون معاك $0.5. يقولوا ما هي تمنها $0.5؟ يقولوا لا تمنها ملايين، بس هو دي $0.5 ده بتاعك انت، علامه على انك انت عايز تشترك. فمهما كان معه. طب اندرو بقى معاه ثمن العربيه؟ لا معاه ثمن العربيه ولا ما اشتراش خالص، هو عمل اللي عليه حاجه صغيره قوي، لان الشركه كانت عامله ايه الحكايه دي دعايه ليه. وبعد كده صحي من النوم حكى لي بقى الحلم ده كله. طيب كان حلم، هو مشكلته ان هو كان نايم حافي في الحلم، عشان كده لما حلم الحلم ده انا قلت له ما تنامش حافي تاني يا اندرو خالص، يقول لي عشان كده بقى ينام بالشبشب، خلاص هتتفهم بمعنى تاني يا ابني خلاص. طيب فكره ان السماء ليها ثمن، مجانا بالنسبه لربنا لانه هو ثمنها غالي قوي قوي، بس انت دفعت النص الصغير ده نص ولا تساوي اي حاجه. ده مش بقول لك بقى تمنها بالنسبه لمليارات، ده تمنها بالنسبه لحياه ابديه تطلع قد ايه دي. من يغلب، عمال ياكد تاني من يغلب يعني ايه؟ يعني في جهاد وفي تعب. من يغلب يرث ايه؟ كل شيء. طب هتورث ليه؟ باي حق تورث؟ لانك انت ابن.
صرت ابن. طب وانت بقيت ابن امتى؟ لما امنت بالمسيح. لما امنت بالمسيح لان هو ابن فخلاك ايه؟ تبقى ابن معه. بقى هو اخ وخدنا كلنا ابناء لابيه السماوي. فانت تورث معاه لانك انت ابن. من يغلب يرث كل شيء واكون له الهان. هنا بقى نقطة حلوة قوي. اكون لهم الهان واكون له الهان. اله عام واله خاص. على فكرة ده اللي بنحسه في حياتنا. اما نيجي نعبد الله في الكنيسة نحس انه الهنا كلنا. وعلى المستوى الخاص انت بتتعامل معه لانه الهك وبتشوفه وتشوف ايده وتشوف انقاذه ليك. وهو يكون لي ابن. عشان كده بنقول ابانا الذي في السماوات. حتى لو بتصلي في بيتك يعني بتصلي في بيتك قول ابي الذي في السماوات، لا تقول ابانا برضه عشان تفتكر ان انت واحد مع اخواتك اللي بره. كلكم ليكوا اب واحد، كلنا لينا رب واحد، كلنا لينا معمودية واحدة، كلنا لينا اتجاه واحد بنبص للشرق، كلنا لينا ايمان واحد. يكون لي ابنا. اما الخائفون، بصوا بقى ده البينيفيتس الحته الثانيه بقى. اما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت التاني. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا الديفينيشن بتاع الموت الأول؟ الموت الأول الموت اللي بنموته في الحياة، الموت التاني الموت اللي هو إيه في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. إيه بقى الفئات اللي مكتوبة اللي مش هتخش السماء؟ أول فئة الخائفون. تقول لي الله ده أنا بخاف، أنا بخاف من حشرات. واحد يقول ده أنا بخاف وبقلق. لا هنا مش قصدها الخوف الطبيعي البشري، لا الخائفون اللي هم أنكروا الله وارتدوا. يعني كانوا مؤمنين وخافوا واتقتلوا. فاكرين رب المجد لما قال من ينكرني أمام الناس أنكره؟ دول اللي أنكروا الإيمان وهجروا المسيح وسابوه. وبعيد عنكم اللي هو مؤمن وساب الإيمان عشان يروح يتجوز ولا عشان ياخد اي حاجه. كل ده خائفون، خاف على الايمان بتاعه. والفتره الاخيره هيكون فيها خائفون كتير لان الانتي كرايست هيعمل ايه؟ هيضحك على ناس كتيره ويضيعهم. اما الخائفون وغير المؤمنين، غير المؤمنين اللي هم ما امنوش بمين؟ بالصليب. فما تجيش انت النهارده تقول لي ايه طب واللي ما امنوش مش هيخشوا ولا مش هيخشوا؟ فانت تقول انا يعني ربنا هيدخلهم. وحضرتك جبت الكلام ده منين؟ انا حاسس كده. لا لما تعمل مش باحساسك. الكتاب بيقولك غير المؤمنين مش هيخشوا. عشان كده دوري ودورك ان ناتي الى غير المؤمنين ونندلهم ونقول لهم تعالوا للمسيح. عشان كده لما يطلع حد يقولك الكل العالم ليهم اله واحد نيجي نقول له لو سمحت اقف على الكلام ده. لما يقولك الكل ديانه ليها الاله بتاعها والاله بتاعها نقول له ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده ايا كان حتى ولو رئيس كنيسه كبير يجي يقول لك كل ديانه ليها لها وكلهم هيخشوا السماء نقول له انت بتهرطق. الكلام اللي قلته ده مش من الكتاب المقدس. كيف يكون المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه اللي قال ليس باسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص. فانت تقول لي بقى باسم بوزة هخلص وباسم ده هخلص وباسم ده هخلص وتنادي عشان تبقى انت شكلك حلو قدام الناس وتمشي بعكس الكتاب المقدس. دي عقيدة اسمها عقيدة خلاص غير المؤمنين والكنيسة واقفة ضد ده. الكلام ده ما ينفعش. ده مش في الكتاب المقدس ما قالش كده. انت كده النهاردة بتغير الايمان عشان يبقى شكلك نايس قدام الناس ولا هتقول اللي قالوه ده التمن ده الدفع فيه؟ طب ما كان ماري جرجس بخر للأوثان صح؟ طب ما هو بخر للمسيح وكان ايه يعني بخر كمان للأوثان؟ هو حتة بتاعه يبخر بيها ويمشي. لكن كل دول ما قالوش بأي ديانة تانية. ما قالوش للملك احنا الإيمان في قلبنا ومش لا قالوا لا يعني لا هنعذبكم عذبونا هنقطع رقبتكم قطعوها احنا مش ليس إلها تحت السماء إلا يسوع المسيح به ينبغي أن نخلص. أنا أتبع الإله يسوع المسيح. أنت عارفين كانت المشكلة زمان إيه عند الرومان؟ مشكلة عند الرومان إن كان الإمبراطور هو الإله. فكان يقولوا إيه لما حبوا يضيعوا المسيحيين؟ قالوا ده بينادوا بإله تاني غير قيصر. فعشان كده قيصر والرومان كانوا بيستعجبوا إن أنت بتقول في إله تاني معايا غيري يبقى أنت بتعبد بتخون فما كانوا ممكن يقولوا له الله يسوع وقيصر أو أي حاجة وبخر لا لا.
يقول أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون. مين الرجسون دول؟ الرجس ده الفاسد اللي هو بقى بيعمل نجاسة واللي عايشين في الزنا والعهارة والقرف ده، كل دول يطلق عليهم الرجسون. القاتلون، قاتلون اللي قتل حد، والزناة، والسحرة، مين السحرة اللي بيشتغلوا في السحر، وعبدة الأوثان، اهي واضحة اهي عبدة الأوثان، وجميع الكذبة. اخر بقى الليستة حاجة غريبة، جميع الايه يعني ايه بقى دي؟ يعني كل الكذابين. قوليش بقى كذبة بيضة، كذبة سودة، مسموح بالكذب في حالات ومش ما تكذبش خالص، لا تكذبوا البت، قول بس يكون كلامكم نعم نعم لا لا، قال لك اصل بغير الكلام، اصل قلت كذا. على فكره في ناس خايبه ممكن تضيع ابديتها بسبب الكذب، بسبب حاجات بسيطه خالص. ده واحد بيكذب بس لمجرد ان شكله يبقى حلو. طب وهتروح فين من الايه دي؟ جميع الكذب، وقال لك جميع يعني اتحسمت كلها بقى. نصيبهم البحيره المتقده بنار وكبريتها الذي هو الموت السائل. كده جاب الأول تعريف المدينة. طب وصف المدينة بقى تعالوا نشوف. ثم جاء إلي واحد من السبع الملائكة الذين معهم السبع جمات. فاكرين السبع جمات؟ واحد بقى من السبعة دول السبع ضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا هلما أريك العروس امرأة الخروف. تعال أوريك بقى العروس امرأة الخروف. طب قال لي ما قالش ليه خطيبة؟ لأن الزفاف جه بقى خلاص اهو جه خدها، فأصبحت امرأة الخروف. اما واحد يقرا بقى العروس امراه الخروف يعني واحده ست هتتجوز خروف، ما هو اللي مش فاهمين الايمان المسيحي دي التريق. لا يا حبيبي، الخروف المقصود به المسيح، له المجد، الخروف قائم كانه مذبوح، واحنا كلنا عروسه المسيح. بس عايز ياكد لك كانه عايز يقول الكنيسه عروس المسيح. طيب شاف بقى انا بقى الجميل بقى، انا حطيت لك الصوره ديت يعني كده شكلها جميلة قوي، شايف المنظر الجميل ده؟ أنا وإنت هنكون كده، ربنا ياخدنا كده ينزل يستقبلنا. وعارف بقى لما يكون عريس بقى نازل استقبل عروسته بقى، سيبكم من اللي بيحصل دلوقتي لقوا العريس متدهول على عيشته، لا العريس بقى اللي عارف زمان العرايس زمان لما تشوفوا في بلادنا زمان العروسة كانت تبقى قاعدة زي الملكة في الكوش، يوم ما تقوم تقوم بحساب. طبعا دلوقتي يوم ما تقعد هي تقعد بحسابها، هي اصلا واقفه بره تقوم العريس يقوم يستقبلها ويقعدها جنبه بهذا الاحتفال العظيم. الكنيسه بتديك المعنى ده. يحصل ايه؟ تلاقي ابو العروسه ياخدها ويسلمها لمين؟ للعريس، والعريس ياخدها علامه على انه انا فرحان بيها ودي مالت علي حياتي، فهستلمها أمام الله في حضور الله. هنا بقى المسيح وهو بقى بيتزف على العروسة، العروسة دي أنا وإنت وكل واحد، أو الكنيسة كلها زي الصورة دي ما فيها صورنا كلنا على المستوى العام والمستوى الخاص. وذهب بي بالروح، هيوري له العروسة بقى، ذهب بي بالروح يعني إيه؟ يعني العروسة ديت اللي هيفتح عينك عليها الروح، مش بالجسد، مش بالشكل، ما تشوفهاش بالشكل. يعني ممكن تشوف واحدة كده تلاقيها يعني، أو واحد شكله ما ينفعش خالص، لا هو عدل ولا منظره من بره كده، بس روحه من جوه جميلة. فأوعى تحكم بالشكل. ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم وعالي، يعني عايز يمليك إن العروسة ديت محطوطة على إيه؟ على جبل عالي قوي، يعني التعليم بتاعتها سامية عن العالم، عالية جدا عن العالم. أراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة لأنها تقدست بدم المسيح، نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله. الله، هو ربنا ما يديش مجد لحد؟ أيوة. طب ليه هنا بقى بيقول لها مجد الله؟ لأن ربنا سكن فيها، فنور ربنا بينور إيه فيها. فأنا وإنت كنت لسه مع الأمناء امبارح كنا بنتكلم في الحتة دي، ان صورة المسيح اللي فينا هتنور للآخرين وهتضيء، والصورة دي بتبتدي كل ما نتوب انضف الإزاز يظهر نور المسيح اكتر، لغاية لما مجد الله يفج ويعلن ليا في اليوم الاخير لما هو يجي على السحاب. هيعلن ايه بقى؟ مجد الله لما اخلع الجسد ده، مجد الله هيظهر بقى كأنها إزاز. وظهرت ايه؟ عارفين اللمبه دي لما بيبقى الضوء ضعيف كده اقول لك اللمبه ده النجف مالها صفرا، اقول لك يا جماعه دي متوسخه عايزه تتنضف، اول لما ننضفها النور ايه؟
يلمع اكتر. يبقى هو شويه تراب كانت محتاجه ايه؟ تنظيف تاني. انا وانت كده الخطيه بتوسخنا، اروح اعترف واتوب انظف، نور المسيح ينور اكتر. نازله من عند الله لها مجد الله، لمعانها شبه اكرم حجر كحجر ياشب بلوري. يعني ايه الحجر الياشب ده؟ يعني الالماز الابيض. عارف الالماز اللي هو بيبقى، سيبكم اللي انتوا بتلبسوه ده لاي كلام، يعني الالماز الحقيقي بقى تلاقي انا وانت ما نعرفوه كتير، يعني ما شفناهوش يعني، لكن لما يقارن لك الالماز الغالي جدا جدا بالايه بالازاز وانت بره كده ما تعرفش تشوف تفهموه، لكن بص تحت. مره واحد وراني، واحد بتاع الماز يعني، قال لي قلت له وريني مره كده الالماز الحقيقي والالماز المزور، حطه تحت البتاع كده. الماز الحقيقي لا ده انوار خارجه منه، التاني لا ده حاجه كده يعني ازاز عاديه خالص. فبيقدروا يعرفوا بيها كل لما الالماز ده يقدم، كل لما انت عارفين الالماز ده كان في اصله ايه؟ فحم. فحم ربنا كرمه بالظبط، كان حاجه زينا كده، انا وانت فحم وربنا يكرمنا نبقى الماز نلمع فيه. لما عنها شبه اكرم حجر كحجر ياشب بلوري. شاف المسيح على العرش لو فاكرين ده في اصحاح 9، شفنا المسيح قاعد على العرش ويقول لك شكله كحجر الياشب البلوري، فكأن نفس الضوء اللي خارج من العرش خارج من العروسه بتاعته. وكان لها سور عظيم وعالي. سور عظيم وعالي يعني ايه؟ ليها سور، والسور ده عظيم وعالي يعني ليها حمايه، والحمايه دي متاخده منين؟ من المسيح اللي بيحفظنا. شايفين المنظر؟ هحكي لكم بقى المنظر ده. المنظر ده هتلاقوا فيه حاجتين، بصوا لا طبعا مش محتاجه، بس هو عايز يورينا بالمعنى ان 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 على الارض، على الارض ربنا بيحمينا. بصوا يا جماعه اللي تحت ده الاجزاء دي يمكن مش باينه قوي، هوريها لكم في صوره ثانيه، دي الابواب بتاعتها، واللي تحت ده السور اللي هو لغايه هنا السور، اللي فوق ده كله ده المجد بتاع المدينه، دي الاساسات بتاعه السور وده الباقي السور، هحكيها لكم دلوقتي فهتشوفوها اوضح في ال طيب. اديها يمكن هنا شايفين تحت ثلاث ابواب وثلاث ابواب، ودي اساسات السور، يعني السور ده عارف ليه ايه؟ ليه زي فاونديشن كده زهره وبعدين السور يطلع فوق. وكان لها 12 باب. المدينه بقى مربعه مكعبه، يعني طولها قد عرضها قد ارتفاعها، يعني مكعبه يعني ايه؟ يعني المجد ايه؟ متساوي. يعني كلنا هناخد مجد كبير قوي في السماء زي بعضينا. كان لها 12 باب. ليه 12 باب؟ من كل ناحيه ثلاث بيبان. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة. الله 12 بتفكرنا بإيه؟ فكرنا بال 12 سبط اللي في العهد القديم، وتفكرنا بال 12 تلميذ اللي في العهد الجديد. طب هو في الأصل ليه ربنا اختارهم 12؟ عشان يبقوا ثلاثة في أربعة. عشان ثلاثة الثالوث وأربعة اتجاهات العالم كله. فيبقى الكنيسة المختارة التي آمنت باسم الثالوث من جميع أقصى الأرض. عشان كده ماشيه 3 في 4 ب 12. هنا بقى وضحت قوي الثلاثه ثلاث بيبان، يبقى كانك ما تقدرش تدخل السماء غير بثلاثه. عشان كده الكنيسه خدت المعنى ده، وابتدينا لما نعمل الكنيسه نعمل ابوابها ثلاثه من كل اتجاه، بس الثلاثه الاساسيين بيبقوا الناحيه دي، بس الناحيه الاخيره بتاعت الشرق ما فيهاش بيبان لان فيها المسبح، بس فكره الثلاثه. ولما نعمل هياكل فيها فكره الثلاثه. ففكرة عايزين ننقل لك فكرة الثالوث. كان لها 12 باب، على الأبواب 12 ملاك. ملاك الله، ملاك واقف على الباب. طب الملاك اللي على الباب ده هيعمل ايه؟ تفتكروا الملاك اللي على الباب هيعمل ايه؟ هيمنع الناس تدخل؟ حارس للباب؟ عارف كأنه بيرحب بكل اللي وصلوا، يعني عارف اتفضلوا اتفضلوا. الملائكة دي بقى كان أصدقائنا بيجوا هنا في التسبيحه يرفعوها، والقداس يجي الملاك كانه اصدقائنا دول، فيقفوا في السماء يرحبوا بينا، اتفضلوا حبيبي وصلتوا بالسلامه الحمد لله على السلامه، تعالوا بقى نوريكم المجد اللي ربنا اعده ليكم. 12
باب على كل باب الملاك، وأسماء مكتوبة هي أسماء بني إسرائيل الاثنى عشر. يعني على كل باب من دول اسم سبط إسرائيل الاثناشر مكتوب على ايه؟ على كل باب. من الشرق ثلاث أبواب، ومن الشمال ثلاث أبواب، ومن الجنوب ثلاث أبواب، ومن الغرب ثلاث أبواب. وسور المدينة، السور بقى الكبير العالي ده، له 12 أساس. أساس يعني إيه؟ عارف لما يجي يبني زي فونديشن، بس عارف هي ظهرة أكتر هنا، أما تيجي تبني سور فتعمل إيه؟ صف اتنين تلاتة، تعمله 12 صف. كل صف من دول مكتوب عليه رسل الخروف الاثناشر. مين رسل الخروف؟ تلاميذ. اهو شوفوا، نحطهم هنا اهو. ليه؟ علشان بولس قال مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح حجر الزاويه اللي ربط بين الايه؟ العهدين. يبقى المدينه على البيبان اسماء الاسباط، وعلى السور الاساسات بتاعت السور اسماء الرسل ال 12 اللي بشروا باسم المسيح. شايفين هنا بقى، حطيت لكم الصوره دي عشان اوضح لكم اكتر، هكبرها لكم اكتر. شايفين يا جماعه؟ ادي الاساسات اهي، ادي الفاونديشن اهي. الاساسات دي كل نوع حجر الماس وحجر عقيق من لون مختلف، فابتدت تبقى الوانها كلها. مش كده؟ الالوان المختلفه تشير للرسل المختلفه اللي كرزوا. عندنا مرقس راح لمصر، عندنا توما راح الهند، عندنا كل واحد راح بلد بشر بيها وكرز فيها باسم المسيح. طيب نكمل. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب. قصبة من ذهب يعني ايه؟ مش قصبة زي القصب اللي بتاكلوه، لا، سكيل، زي عصاية قياس، عارف متر القياس الخشب او حاجة زي كده. فقصبة من ذهب يعني ايه؟ يعني المعيار اللي هيقيس بيه هو معيار ذهب. الذهب يرمز الى الاستقرار والثبات، يعني معناها ان انت هتتقاس على حاجة ثابتة لكي يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر عرضها، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12 ألف غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. 12 ألف غلوة، عارفين يعني قد إيه؟ يعني 2400 كيلو. 2400 كيلو، مسافة كبيرة قوي. عايز يقول ان المدينة دي كبيرة جدا جدا. و2400 كيلو عارفين جاية ازاي؟ جاية من 12 ال 24 24 اللي هي 12 في 2. عايز يقول انتشار الكرازة، فكرة الرقم 12 وفكرة الرقم 2. 12 ألف غلوة طولها وارتفاعها متساوية، وقاس سورها 144 ذراع، أي ذراع إنسان. السور مش عالي قوي زي المدينة، يعني المدينة عالية قوي والمدينة أزاز، عشان سوري المدينة ذهب، عشان كده اللون الذهبي ده. يبقى المدينة عالية قوي بس السور صغير قوي. ده يؤكد اللي لسه كانت تسأل عليه ماجدولين، إن السور ده مش للحماية، لأن لو للحماية يبقى إيه؟ عالي، لكن ما يبقاش واطي كده والمدينة أعلى. لا، فالسور ده موجود للحماية مش لحماية المدينة، لكن أيوريك أن ربنا بيحمي ولاده. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. تعالوا نشوف هنا. نعم، كله في السماء، كلها طبعا معاني رمزية عشان توصل لك المعنى، وممكن هنلاقي حاجات زي كده حقيقية يعني في السماء، هنشوف طبعا الجمال ده، محدد شافها يعني، ده اللي شافه يوحنا. هنا بقى البيبان، الباب لؤلؤة، عارف اللؤلؤ اللي بيبقى موجود في البحر؟ الباب لؤلؤة واحدة على بعضها. طب ليه الباب لؤلؤة واحدة والأساسات كذا صف؟ لؤلؤة واحدة لأنها تشير للمسيح، او الثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس. فمن غير الثالوث ومن غير المسيح مفيش دخول، فمش متقسم. لكن السور بيشير للرسل اللي ايه؟ اللي كرزوا، ففي تقسيم. طيب هنا بيقول لك اهو، زي ما انتم شايفين بقى اهو، ادي الباب
ده باب واحد، الباب اهو دي لؤلؤة كبيرة، ده اللي بتقفل بيها الباب، وملاك قدام الباب، وشايفين السور 12 صف، شايفين الصفوف، كل صف من دول عبارة عن حجر كريم معين. هيبتدي يقول لنا على أسمائهم دلوقتي، وهم الأباء قالوا في التفسير ده إن الأسماء دي لها معاني. قال لك الأساس الأول، يعني أول واحد من تحت، ياشب. الياشب ده قالوا عليه اسمه جاسبر، وقالوا ده الماس، وده يرمز إلى الصلادة. الماس صلد جدا جدا، ما يعرفش يتكسر خالص، عشان كده الماس ده يقطعوا بيه أكبر المعادن قوة. التاني الأساس اللي فوقه ياقوت أزرق. عارفين مغارة علي بابا؟ كنا نسمع إحنا صغيرين يقولك إيه؟ ذهب ألماز ياقوت. كنا ما عرفش الياقوت دي إيه؟ فهنا بيقولك ياقوت أزرق، ده رمز لشفافية السماء. جت في مرة من سنة من السنين قلت إيه لما أعمل بحث على الأحجار دي، فرحت جايب أسميها بالإنجليزي، رحت قعدت أدور في كتب، فلقيت كتب فيها كل حجر من دول شكله عامل ازاي. فاشتريت كتاب بالالوان، حاجه تجنن، كل الحجر بالمنظر بتاعه بقى جايب لك بقى ايه، جميل جدا. كل حجر من دول ياقوت ازرق، تلاقوها في سفر الرؤيا مكتوب على كل حجر من دول بالانجلش مكتوب اللون بتاعه، فانت ممكن تشوفها في الجوجل او الاي اي بقى لو انت عايز تدور، هتلاقي الحاجات دي كلها باينه. الثاني ياقوت ازرق، الثالث، طب الاول صلب رمز للحيويه والقوه، الثاني ياقوت ازرق، الازرق رمز لايه؟ للسماء. الياقوت الابيض، الابيض العقيق ابيض، العقيق ابيض دوت رمز للايه؟ للنقاء، لونه ابيض قوي رمز للنقاء. الرابع العقيق، نوع من الاحجار الكريمه واسمه العقيق. الحجر الرابع زمرد ذبابي، زمرد ده اللي هو الإميرالد، لو تشوفوها في الترجمة مكتوبة الإميرالد. ذبابي مش ذباب اللي انتوا بتشوفوه، لا هو اسمه كده، يعني أخضر، لونه أخضر شفاف، شفاف قوي بس على خضار، انت عارف ايه خضار بس شفاف تقدر تشوف منه، ده رمز طبعا للنقاوة مع الخضار. الحجر الخامس جزع عقيقي ساردني، العقيق ده اللون احمر زي لون الدم، فده يرمز لدم المسيح الفداء. السادس عقيق احمر، اللون الاحمر ده لون الدم، واللون التاني اللون اللي افتح منه شوية، فالاباء قالوا العقيق الاحمر اللي هو او الياقوت الاحمر رمز للكنيسة المفدية بالدم، واللي قبله اللي هو الجزع العقيقي رمز للايه؟ لدم المسيح، فكأن دم المسيح خدته الكنيسة واتفادت بيه. السابع زبرجد، عارفين يعني ايه زبرجد؟ قالوا زبرجد ده انقى انواع الذهب، لونه أصفر بس من أنقى أنواع. الثامن زمرد سلقي، زمرد سلقي قال لك ده لون مية البحر، اللي هي عارفين مية البحر بقى له لون أزرق غامق على لون أزرق فاتح شوية كده، قال لك هو واخد اللونين دول، اللون اللي هو الزمرد السلقي. التاسع ياقوت أصفر، قال لك الأصفر ده التوباز، حد لو يعرف فيكم التوباز هو ده التوباز. ياقوت ازرق، ياقوت اصفر، قال لك اللون الاصفر ده رمز للصبر، وكان اللي بيخش السما دول الناس اللي صبرت كتير وتحملت. العاشر عقيق اخضر، العقيق اخضر لون الحيويه. والحادي عشر اسمنجوني، اسمنجوني اللي هو ازرق رمز للخلود. واخر حاجه الجمشت، الجمشت ده اللي هو اللون الأرجواني، لون اللبس بتاع الملوك، رمز لجاذبية المسيح وجماله. فدي الألوان. والإثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، لأنه يرمز للمسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، هو مسيح واحد بس، عشان كده كان يبقى لؤلؤة واحدة كبيرة. طيب وسوق المدينة، الله، يبقى هو وصف ايه دلوقتي في المدينة؟ وصف سورها صح؟ وصف الابواب 12 باب مش كده؟ وصف ايه تاني؟ الاساسات بتاعتها. هيوصف بعد كده السوق، الله، سوق المدينة ذهب،
نقي كزجاج شفاف. يعني ايه سوق بقى؟ واحنا نروح ناكل، هنروح نجيب عيش منه لا، السوق هنا قصده المكان اللي الناس بتتقابل فيه. واحنا في السماء نتقابل مع بعض. ايوه، مره واحد كان بيتكلم مع حد من الولاد بيقول لهم في السماء بقى، اب بيقول لولاده يا السماء بقى هنقعد نسبح في ربنا. فالواد قال له ايه؟ السماء يعني بابا هنعمل ايه في السماء؟ قال له هنسبح ربنا. قال له طب وبعدين؟ قال له هنسبح ربنا. قال له بس كده؟ قال له اه. قال له لا خلاص روح انت. السماء هي حالة من الفرح والشركة. انت مش واقف تسبح ربنا، فانت واقف، انت هنا بتزهق ليه؟ عشان جسدك ضعيف، وعشان الشيطان بيحاربك. هناك لا في جسد ضعيف ولا في شيطان بيحارب، فالزهق والملل مش هيجيلك خالص، ده مش موجود في القاموس. ومش انت مش واقف تسبح على طول، ده في معنى اعمق بكتير. انت مع ربنا all the time. طب واخواتي انت معاهم، هتقابلهم بدليل ان السوق هيتقابلوا مع بعض، بس في شركه جميله بالمحبه مع بعضين. انا ما رحتش عشان احكي لكم ده في الملكوت بقى، لا اللي يروح يحكي لنا، ما حدش هيعرف برضه يحكي لنا، ما حدش لسه وصل الملكوت ده، يجي بعد المجيء الثاني. لكن في السماء هتبقى المجد بمعنى ثاني. ولذلك جه كلمه سماء وارض جديده، يعني في حياه ثانيه، بس حياه ثانيه بمعنى ثاني، حياه ثانيه بجمال ثاني، حياه ثانيه بحاجه مش قادر اوصفها لكم. الا سوق المدينه ذهب، يعني معناها ما فيش زي هنا التواء وخيانه ومصلحتك وتخدع وتعمل، لا الناس كلها تبقى زي الفل. كل الله، طب فين الوحشين؟ زي مره في احد الافلام كده واحد بيقول للتاني في الفيلم، بيقول له ايه ده، احنا كده هنروح جهنم. فالتاني بص له قال لي يعني احنا رحنا السماء هنلاقي حد نعرفه؟ اتنين يعني ضايعين مع بعض. فبيقول له يعني هنا رايحين جهنم؟ قال له يعني احنا لو رحنا السماء هنلاقي حد نعرفه. ف السماء فيها المقابله على نطاق تاني خالص، غير الحياه اللي على الارض عندنا هنا. يقول ايه بقى في الاخر؟ ورم ارى فيها هيكلا. الله، ما فيهاش هيكل. ليه؟ الهيكل هنا يقدم فيه الذبائح، والذبائح دي عشان خلينا نتحد بالله. هناك بقى انت ايه؟ تحت بالله على طول. عشان كده رب المجد لما جه ياكل معاهم الفصح قال لهم ايه؟ الحق اقول لكم اني لا اشرب من نتاج هذه الكرمه الى ان اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. جديدا يعني بمعنى تاني جديد مختلف. لم ارى فيها هيكلا لان الرب الاله القادر على كل شيء هو والخروف. عمال ياكد ليه هو والخروف؟ عشان عايز يقول ان ان هم ليهم جوهر واحد، ان المسيح اللي جالنا ده مش مجرد نبي، مش مجرد اله مخلوق اتخلق عشان يفدينا، مش مجرد ملاك رئيس ملائكه عظيم جدا، مش مجرد درجه اعلى منا قوي بس مخلوقه برضه، لا ده هو والاب واحد. عشان كده قال لك ايه؟ لان الله والخروف هيكلها. المدينه لا تحتاج الى الشمس، يعني ايه؟ الشمس مش هتطلع تنور، ولا الى القمر، القمر بينور لنا بالليل ليضيء فيها، لان مجد الله قد انارها. وكمان الخروف ايه؟ سراجها جميله دي، يعني ايه؟ يعني المدينه ما فيهاش ايه بقى؟ مش محتاجين نور. لا ايه بقى مش محتاجين نور؟ لان الرب يسوع هو نورها، والروح القدس يملاها بنور. اخر حاجه بقى، وتمشي شعوب المخلصين بنورها. يعني هي المدينة نفسها منورة لدرجة ان كل الشعوب اللي هتيجي كلها المخلصين اللي نالوا الخلاص هيجوا بنورها، وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليه. يعني هتلاقي الملوك كلهم اللي الارض بتعظمهم جايين عايزين يدخلوا المدينة دي بحبهم للمسيح ومجدهم جملي. وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون إيه هناك. يعني إيه الأبواب ما تتقفلش؟ هو ليه هنا بيقفلوا البيبان؟ عشان إيه؟ شوف في حرامية وعشان في سرقة. طب هناك بقى فيش حرامية ولا في إيه
سرقة، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليه، ولن يدخلها شيء دنس، فيش حاجة وحشة، ولا ما يصنع ركسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الإيه؟ الخروف. يعني ما حدش هيدخلها غير اللي إيه؟ اللي ده اللي مكتوب اسمه في سفر الحياة. يعني إيه؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، يعني ربنا شاف أعماله وسبق شافها فكتب اسمه في سفر الحياة، مش إن ربنا قال ده يدخل وده ما يخشش. لأن لو بهذا المفهوم ده يدخل وده ما يخشش، يبقى إحنا بنعمل إيه؟ يبقى كل الجهاد ده ليه؟ ويبقى كده ربنا ليه ناس. لكن لا، ربنا سبق فرأى فإيه؟ فكتب. عامل زي ما يكون واحد شاف نتائج الولاد فكتب القايمة اللي فيها إيه؟ نتيجتهم قبل ما تتعلق وتعلن للناس. فشوفنا هنا اللي شاف النتيجة واسمه في كشف الناجحين معناها إنه دخل الامتحان ونجح، مش معناها المدرس حب ينجحه فراح كاتب اسمه خلاص. لا، ده هو بذل مجهود، ولكن نعمة الله كملت المجهود بتاعه ووصل للسماء. صح. 22 بقى المرة الجاية، آخر إصحاح، اللي فيها بقى أوصاف المدينة السماوية والمجد بقى بيكمل الوصف بتاع هذه المدينة. رحلة جميلة في سفر الرؤيا استمتعنا بيها وماشيين بيها لغاية الآخر. أتفضل يا مدلين، سؤال. Yes. Yeah. يعني احنا مدلين بتسأل سؤال، بتقول طب ارواح اللي انتقلوا دلوقتي، اللي انتقلوا دلوقتي كلهم موجودين في الفردوس، ما حدش دخل المكان اللي بحكي لكم عليه ده خالص، ده الملكوت اللي لسه هيتفتح. هم قاعدين في الفردوس، ده مكان انتظار جميل قوي قوي، بس كل هذه الامجاد لسه ما تفتحتش، تتفتح بمجيء المسيح الصحيح. انما اللي موجود فيها دلوقتي ارواحهم بس، اجسادهم على الارض، ارواحهم هتعود تاخد الاجساد دي في المجيء الثاني زي ما اتكلم. وهم في نوعين، بعيد عنكم الناس الأشرار أرواحهم تحت الأرض مسجونة، والشياطين مسكنة تحت الأرض. أرواح الأبرار موجودين في السماء الثالثة. إحنا دلوقتي عندنا السماوات ديت عبارة عن ثلاث سماوات وحاجة اسمها سماء السماء. السماء الأولى اللي إحنا بنشوفها دي سماء الطيور، والطيارات أعلى. طبعا الطيارات أعلى قوي، يعني الطيارات مش بتطير زي العصفورة، يعني دي أعلى قوي. حتى الطيارات بينها وبين بعض في درجات، يعني في طيارات وانت طاير أحيانا بالطيارة تلاقي طيارة تانية طايرة تحتك، بس هي مش قادرة تطلع للارتفاع بتاعك لأن حجمها ما يسمحش ليها بكده، فهي طايرة في ليفل وانت في ليفل تاني. فوق السماء دي كواكب بقى، النجوم والأفلاك وكده، دي حاجة تانية أعلى، دي اسمها سماء الأفلاك والنجوم. فوقها السماء الثالثة، دي اللي فيها الفردوس اللي فيها مسكن الأرواح الأبرار. وفوق بقى اسمها سماء السماوات. عشان كده لما كنا بنقول في سوم الرسل نقول صعد إلى أعلى السماوات، أعلاها يعني إلى سماء السماوات. المسلمين عندهم سبع سماوات، لا احنا عندنا ثلاث سماوات وفوقها سماء السماوات. لا، الكتاب قال ان هم ثلاثة زي ما حكي لكم عليهم، وفوقهم سماء السماوات حيث عرش الله الساكن. عشان كده يقولوا ان الابرار اللي في الفردوس يسبحون الله والله حالا فوقهم، فهم بيسبحوه، بس ايضا بمعنى لسه، يعني حتى اللي في الفردوس استمتاعهم مش بالصورة الرهيبة اللي هتكون لسه في الابدية، في الله لسه في انتظار، في انتظار. حد من الاباء قال كده مرة، قال لك ايه؟ قال لك عامل زي بتكون انت رحت اوتيل مثلا فخم قوي قوي، فانت داخل في الريسبشن بقى وعمال ايه تشوف الكرسي وقاعد، ايه الجمال ده؟ لسه يا عم، ده انت لسه هتطلع، ده انت ده بس الريسبشن. ايه اللي خلاه كده؟ امال الاوضه دي تبقى شكلها لك، استنى بس. وكل واحد بقى حسب ما ايه، ما هيكون بقى اللي فيه سويت واللي مش عارف ايه وايه، فهم كلهم قاعدين منتظرين بقى المكان. انا ذاهب لاعد لكم ايه مكان. المره كنت بدي اجتماع لعمال حرفيين، يعني كانوا بيشتغلوا كلهم كده، كنا بنعملهم الاجتماع بالليل الساعة 11 بالليل بعد ما يخلصوا بقى اللي يقفل الورشة بتاعته وييجوا نتقابل. فكنت بكلمهم على السماء، فبقول لهم، فواحد منهم قال لي بس احنا ندخل، كنت بكلمه على الأماكن، قال لي ان شاء الله نام في الشارع على الرصيف في السماء. ادخل، تقول هتدخل بنعمة ربنا، جاهد وكمل هتدخل السماء. اوعى تقولوا مش هنخش السماء، اوعى تقول الكلام الفاضي ده. المسيح له كل المجد، دفع الثمن عشان ندخل وعشان نكمل.
ما ماتش عشان مجرد انت تضيع، وهو فرحان بان انت تجاهد وعايز يديك وعايزك تكون معاه. السماء تفرح بخطي واحد يتوب اكتر من 99 برا لا يحتاجون الى التوب. هنعرف بعض طبعا طبعا، يعني هشوفك كل اللي اتحرم هيلاقيه، واللي يعيني اتحرم من امه هيلاقيها، واللي اتولد ديسيبل هيلاقيه بقى فوق، ما فيش حاجه في الجسم بقى جسمه سليم، واللي كان عنده المرض هنا بهدله هيبقى كل ده ما هيبقى مكتمل هناك. وهنعرف بعض، بس هتلاقوا اشكالكم بقى جميله قوي. عارفين انا بحس بده امتى؟ بس على نطاق بسيط قوي، انا بلاقيكم في الافراح مثلا. ادخل الفرح كده افضل ادعك عيني اقول باسم الصليب، مش دي فلانه؟ وبعدين اقول ايه شكلها لمع كده، يعني في لمعه من البهاء والمجد، يعني اقول ده بس عشان بس خدنا شاور وبتاع. طب يعني هو الشاور ده ما بتاخدوش غير في الافراح بس؟ طب هنعرف بعض باشكالنا. ده احنا هنعرف كمان في السماء اجدادنا اللي انتقلوا اللي احنا ما شفناهمش بالعين. طب انا هديكم مثال الكتاب المقدس، لما في معجزة التجلي موسى وإيليا ظهروا يكلموا المسيح، إزاي بطرس ويوحنا ويعقوب عرفوا إن هم موسى وإيليا؟ لا، ده كانوا واقفين بيتكلموا مع المسيح، قالوا نصنع ثلاث مظلات واحدة ولموسى واحدة وإيليا واحدة. عرفوا منين إن ده موسى وإيليا؟ هو بالروح. أنت ما تنساش الروح القدس يا جماعة اللي جوانا وجواهم بيربط بيننا وبينهم، عامل زي ما يكون الانترنت اللي معايا هو اللي معاك في التليفون، فبتعمل داونلود اللي نزل عندك نزل عندي، انا عرفت كل حاجه. دي مشكله بقى، لو انت مش عايز تشوف السماء يبقى انت مش هتخش السماء اصلا. خليناش نقول كده، لا هتخش. ما اللي مش عايز تشوفه هنا على الارض شوفه بقى، شوفه في السماء. صالح معايا؟ يعني اي واحد طبعا، ما يعني مش عايز اقعد اضحك، اتصالح مع كل الناس، وطبعا مراتك اللي مطلع عينك هنا هتشوفها برضو في السماء. يعني طبعا مش هتتغير، يعني مش بصوا احنا نقول الصدق والأمانة. بصوا اللي بيكذب بيداري حاجة او عنده مشكلة خايف منها، شيل خوفك وشيل الحاجة اللي بتداريها، ما عندكش حاجة تداريها. وتعلمنا هنا ان مفيش حاجة تخاف منها، تخافش غير من ربنا بس. اتفضل. طبعا طبعا في مشاعر، بس هتكون مشاعر مقدسة جدا، اللي هي الفرح والسلام عارف المشاعر بتاعت الحنين، لما واحد يكون محروم من حد ويتقابل معاه، لما تكون في حلم مثلا اتقابلت مع ماما اللي انتقلت ولا حاجه، تلاقيك بتحضنها ومشاعر متدفقه جامد قوي. المشاعر دي هي دي حاجه من حاجات المقدس، تقدست وتطهرت بقى، ما بقاش فيها المشاعر البشريه العاديه اللي هو شويه تروح وشويه تيجي، ده مشاعر بقى لا خالص. عشان كده كل الستات النكديه والرجاله النكديه مش هيخشوا، عشان كده ما تخليكوش نكديين، خليكوا فرحين ومبسوطين وحلوين. طبعا هتروحوا النهارده ازواجكم وزوجاتكم مش هيعرفوك، يلاقوكم مبتسمين كده وكده، قولوا لهم احنا عشان نخش السما بس. نعم يا مرتي. لا مفيش حيوانات هناك على فكره. في واحد بيقول لك في حيوانات هناك، لا طبعا حيوانات لا، ليس لها نفوس خالده زينا. على فكره ده سؤال صعب قوي. مره كانت قابل مع حد من الاطفال، كان عنده كلب بيحبه، الكلب مات يعني، فقعد يعيط ويسال طب الكلب ده يعني هشوفه في السماء؟ فقصه بقى صعبه، تقعد تقول له لا مش هتشوفه تاني ولا بتاع، هو هيجي لك بشكل جميل. الجحيم اللي هو فيه ارواح تحت الارض، جهنم دي بقى ما مش عارف هل هتبقى على الارض تبقى في مكان تاني، ما اعرف، ما تحددش مكانها هيكون فين. لا ما انا ما روحتش، مش عايز اروح، فما خلينيش اروح. الحيوانات يا جماعه ليس لها ارواح خالده، يعني مش زينا هتعيش.
يعني علشان كده تلاقوا الناس اللي تؤمن ان الحيوانات دي فيها ارواح بشر ما ياكلوش الحيوانات، لان يؤمنوا ان فيها ارواح بشر حتى بما فيهم الحشرات الصغيره. عشان كده الناس الفيجان والناس الفيجيتيريانز خالص اللي مش بياكلوا ده هو عقيده عندهم، بس هما بيجيبوها بالمعنى ان هو طب انا هاكل الفرق. يعني مره واحد قال كان بيقول يعني طب انا لما اكل بيضه انا كده حرمت كتكوت انه يعيش حياته. جابوا مره برضو حد جابوا فرختين كتكوتين صغيرين رايحين يعيطوا عند كنتاكي وبيدوروا على امهم يا عيني اللي ما. لو انت عشت بهذا المنطلق انت مش هتقدر تاكل اي حاجه، لانك هتتوجع من اي حاجه تاكلها. تفسير ده كان موجود في سفر التكوين لما ربنا خلق ادم وحواء قال لهم تسلطوا على كل سمك الارض وطير السماء ووحوش. فربنا اداهم دانا السلطه ان احنا ناكلهم، بس احنا الاكل ده بقى حاجه لينا. وعلى فكره لما خلق ادم في الاول ما كانش بياكل لحوم خالص، ولا لحوم حيوانات ولا لحوم طيور، كان بياكل كان فيجيتيريان. مش كده احنا لما بنرجع في الصيام بنرجع للوضع الاولاني الاساسي. الانسان لم يسمح له باكل حيوانات الا بعد طوفان نوح، الفلك بتاع نوح والطوفان، بعديها ابتدى ياكل الحيوانات، ولذلك عمره اسق خالص. لان الحاجات دي طبعا انتوا عارفين الناس الفيجيتيريان الناس قادره هيلسي كتير وتعيش، حتى تلاقي كتير قوي دايما يقولك بعد الخمسين بقى لو سمحت ابتدي قلل قوي لحوم، قلل قوي مش عارف ايه، اعمل ايه اعمل ايه. لكن احنا لينا السلطان على الحيوانات دي بناكلها عادي، لكن هذا المفهوم بتاع ان هي ليها بقى روح، هي ليها نفس حلوه. الكلب مثلا من الحاجات الحلوه قوي اللي تلاقي يعني وليه مستوى ذكاء معين برضو بتتراوح من 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 نوع لنوع تاني. ربنا يبارككم، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في الاجتماع، تفضلوا نصلي.